قررت وزارة الثقافة تخفيض قيمة الإيجارات لجميع دور النشر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بنسبة 20%. وأوضحت وزيرة الثقافة إناس عبد الدايم أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات التي توليها الدولة لدعم صناعة النشر والكتاب وتخفيف الأعباء عن صناعها بينما ينعكس إيجابيا هذا على زيادة معدلات إنتاج المعرفة والقراءة.